إذا أنت الأميزيك ما رأيت من الطفل الصغير وهو يبكي بعد أن تم تلقيحه. الآن هذا التلقيح له دور في درسنا اليوم. إذن دور التلقيح أو علاقة التلقيح بالاستجابة المناعية. إذن التلقيح كما نعرف أنه كما تلاحظ في الجدول الموالي أنه الطفل الصغير منذ أن تحدث الولادة يمر بعدة تلقيحات، منها تلقيح لمرض السم، تلقيح لمادة تلقيحات كما تلاحظون في الجدول. الآن ما هو الهدف من هذه التلقيحات؟ سنجيب بعد أن نكمل نشاطنا. إذن سيكون النشاط أو إشكالية نحو الموضوع هي ما هو دور التلقيحات في الاستجابة المناعية وما هي العلاقة بالنسبة. الآن لنقوم بحل إشكاليتنا نعرض المنحنى الموالي. أولا نعرض المنحنى الموالي. المنحنى يعرض استجابة أولية واستجابة ثانوية كما تلاحظون في المنحنى. كما نلاحظ في الاستجابة الأولية أو بعد دخول الجسم الغريب تنتج الأجسام أو عفوا الخلايا البائية ما يسمى بالأجسام المضادة، تنتج ما يسمى بالأجسام المضادة. هذه الأجسام المضادة تنتج في الحالة الأولى بعد دخول الجسم الغريب، وكما نلاحظ في الأسفل هناك دائما خلايا ذاكرة تنتج. ثم نذهب إلى الجزء الثاني من المنحنى للاستجابة الثانوية. توجد هنا خلايا ذاكرة بعد أن دخل الجسم الغريب مباشرة، تم إنتاج عدد كبير من الأجسام المضادة كما تلاحظون في المنحنى، دائما توجد خلايا ذاكرة. الآن السؤال المطروح هو حدد دور الخلايا الذاكرة في هذه الحالة. حدد دور الخلايا الذاكرة في هذه الحالة. وقد تعرفنا على ذلك، وقف الفيديو أجب. دور الخلايا الذاكرة هو التعرف على الجسم الغريب في حالة دخوله من جديد، وهو ما يؤدي بنا إلى معرفة دور التلقيحات. إذن التلقيحات في هذه الحالة تعطي ما يسمى بمناعة الجسم الإنسان. كيف ذلك؟ إذا التلقيحات هي كما تلاحظون في الجدول، التلقيحات هي مجموعة من الميكروبات والبكتيريا غير ممرضة كبكتيريا مرض السل كما تلاحظون في الجدول. هذه البكتيريا لا تمرض. عند دخولها إلى الجسم الغريب تنتج ما يسمى بالخلايا الذاكرة سواء بائية أو تائية. هذه الخلايا الذاكرة هي التي تعطي ما يسمى به الخلايا الذاكرة، هي التي تعطي أجسام مضادة بعد أن يتم التعرف من جديد على مولد الضد والجسم الغريب. بعد أن يدخل من جديد تتعرف عليه مباشرة. إذا التلقيحات تعطي ما يسمى بمناعة، بعد دخول الجسم الغريب مباشرة تتعرف عليه وتقوم بالقضاء عليه قبل أن يمرض الخلايا. إذن هذا هو دور اللقاحات. إذن مشكورون على حسن الانتباه. أضيف لكم إضافة، سنبدأ دروس الفصل الأول بدءا من الأسبوع المقبل. أرجو أن تكونوا تستفيدون من هذه الدروس، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب ليصلكم كل جديد، وتابعوا الدروس لكي تستفيدوا. أتمنى لكم عطلة سعيدة تلاميذي الأعزاء. مشكورون. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير.